أنتم تستمعون إلى شبكة 4 للبودكاست، معكم أينما كنتم. من بين أوراق الزمن نقلب صفحات التاريخ، نبحث عن سطر غطاه الغبار ووضعته الأيام طي النسيان، جئنا به لنرويه لكم وتعيشوه معنا بكل تفاصيله. تاريخ على الهامش يعيد إحياء الأحداث كما لم تسمعها من قبل. وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينتصف، لو أن كل معاد كان شاركنا فيه في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف. هي الأبيات قالها الشاعر الأعشى بمدح في يوم من أيام العرب في الجاهلية، واللي دارت بين القبائل العربية وبين الفرس، واللي هي معركة ذي قار. كانت هاي المعركة من أحداث الجاهلية المهمة، كانت بداية عهد لتحرر العرب من بطش إمبراطورية الفرس، والتي تعتبر من أقوى الممالك في ذلك الوقت. حلقتنا هاي اليوم عن موقع ذي قار، شو أسبابها وأبرز أحداثها وأسباب انتصار العرب فيها. العرب قبل الإسلام كانوا عبارة عن ممالك مثل مملكة سبأ وحمير، مملكة الحيرة أو مملكة المناذرة في العراق، وهي الممالك في بدايتها كانت تتبع الإمبراطورية الرومانية، وبعد هيك صاروا يتبعوا الإمبراطورية الفارسية وكانت تحت حكمها، والمعركة العظيمة دارت بين مملكة الحيرة وبين الإمبراطورية الفارسية. هاي المعركة طبعا ما صارت من فراغ، كان لها أسبابها البعيدة كثير، مثل أثر الفراشة، مثل ما بسموها إن صح التعبير. تعالوا نبدأ من البداية وناخذ القصة من أولها. في عام 582 النعمان بن المنذر كان هو ملك الحيرة، لكن يقال أنه لم يتولى الملك لولا تدخل صديقه ومربيه عدي بن زيد، اللي كان داهية ورجل سياسي محنك. فوق هذا كان مقرب من كسرى وأقنعه بأنه يحط النعمان ملك، وزي ما بتعرفوا دائما العروش بيحصل حواليها نزاعات كبيرة ودسائس، وكان في رجل يدعى ابن مرينا يريد الحكم أن يكون لشخص آخر من أبناء المنذر، وهو الذي ربأه. لما تولى النعمان الحكم غضب وحقد على عدي وتوعد يخرب بينه وبين النعمان، فتقرب من النعمان بالهدايا حتى ارتاح له النعمان وخلاه من أقرب الناس إله، وصاروا أصدقاء لدرجة أنه صار يحكي له أكبر أسرار. ولكن كل ما ذكر النعمان عدي بن زيد قال ابن مرينا نعم الرجل، وهو في الحقيقة كان عبارة عن أفعى تدس السم في العسل. واتفق ابن مرينا مع مجموعة من أعداء عدي وعملوا له مكيدة خبيثة، زوروا نص كتاب على لسان عدي أرسل لي كسرى، وبعدها دسوا اللي إجاهم بالكتاب وقالوا للنعمان شوفوا هذا الكتاب اللي إجانا، اطلع عليه ولقي فيه شتايم وتعريض لمملكته للخطر. فغضب النعمان وأرسل لعدي رسالة بيطلب منه يزوره، وبالفعل زاروا عدي، لكن النعمان استقبله بالقيود وألقاه بالسجن. كان عدي يستعطف النعمان بالشعر، ظل عدي بن زيد يرسل أشعار كثيرة للنعمان حتى مل من التضرع له، وأرسل إلى أخوه أبي أطلعوا على حالته، فاستغاث أبي بكسرى، فأرسل الملك الفارسي إلى النعمان وأمره بإطلاق سراح عدي فور، فدخل النعمان على عدي وقتله خنقا، وأعطى رشوة للحراس وسكتهم وأمرهم بإطلاق سراح عدي، فخرج وهو جثة هامدة، واتفقوا على أنه مات من أيام موت طبيعية. بعد فترة ظهرت الحقيقة وتبين الأمر للنعمان،
وعرف انه كانت مكيدة وعملت لصديقه اللي كان له فضل كبير عليه، فندم وحس بالذنب، وكان تكفير الذنب بانه ياخذ اولاده ويربيهم. فربى زيد بن عدي بن زيد واحسن تربيته وما قصر معه وعامله زي واحد من اولاده. كبر زيد وكان مجيد للغة العربية بادابها وبلاغتها واللغة الفارسية، فارسل النعمان للامبراطورية الفارسية حتى يعمل في قصر كسرى، وكسرى هو ملك الفرس وبذلك الزمان ويقال له أبراويز بن هرمز، ومعنى أبراويز أي المظفر بسبب كثرة انتصاراته وفتوحاته، لقب نفسه بالمظفر. ومرت الأشهر وزيد بعمل في قصر كسرى، كان عنده مخطط في راسه وهو كيف ياخذ بثار أبوه اللي قتله النعمان. صادف بيوم من الأيام وزيد جالس في مجلس كسرى حول الجواري والغواني والنساء، فقال كسرى لزيد: يا زيد اختر لي من بين الجواري والحسنوات أجمل جارية. هون زيد لقي فرصة ثمينة وقال بينه وبين نفسه: أصبر يا نعمان، رح أوريك لحتى أورطك مع كسرى بذات نفسه. فقال زيد لكسرى بأنه كل الجواري جميلة لكن في أجمل منهم. كسرى شاف كل الجميلات وزيد يقول له ما في أجمل منهم، فقال: أين هي التي أجمل منهم؟ فأجاب زيد وقال: النعمان عنده بنات من أجمل بنات العرب، ووصف له جمالهم، وفوقها اقترح عليه يرسل أحد رسله ويخطب له واحدة من بنات النعمان. طبعا كسرى ما صدق على هالخبر وقال: تم، من بكرة بتروح أنت واحد من الوزراء للنعمان وبتخطبوا لي بنت من بناته. وحسب ما قيل انه البنت المقصودة هون هي هند بنت النعمان، من احسن نساء عصرها خلقا وادبا وفصاحة، وكانت شاعرة يعني كاملة مكملة والكمال لله سبحانه وتعالى. وصل زيد والوزير الى قصر النعمان بن المنذر، والنعمان رحب فيهم وضيفهم وجلس معاهم، وكان حاسس بجيتهم وراها حاجة خصوصية انه زيارتهم فجأة وما في اي مناسبة تستدعي حضورهم. فسألهم النعمان: عسى مجيئكم خير. فقال زيد للنعمان: جئنا نخطب بنتك هند لكسرى ملك فارس. وهون انصعق النعمان من هذا الخبر وشق عليه، فقال لزيد: أما في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به كسرى حاجته؟ وهنا كانت الصاعقة بأن الجملة هاي كانت معناها خطير، يعني ما لقي كسرى من البقر اللي عنده ما يقضي به حاجته؟ كلام خطير ومن الآخر. الوزير هون طلب من زيد يترجم له بالفارسية شو حكى النعمان، فترجم له زيد اللي قاله، فغضب الوزير جدا لكنه ما فعل شيء وانتظر لحتى يرجع لبلاد فارس وينقل الكلام لكسرى. يعني الوزير غضب، فما بالكم بكسرى شخصيا. بعد هيك طلب النعمان من زيد انه يعتذر له من كسرى ويحاول يلطف الجو ويلتمس له العذر حتى لا تصير مشاكل بينهم. رجع زيد والوزير الى فارس وقال لهم كسرى: بشروا، جبتوا لي البنت الجميله اللي كنتوا حتخطبوا لي اياها؟ فقال له زيد: مع الاسف النعمان رفض طلبك. وقال زيد للوزير: قل لكسرى شو اللي قاله النعمان. طبعا زيد كان راسم مخطط خبيث وحالف يوقع بين كسرى والنعمان. أخبر الوزير كسرى كلام النعمان وغضب كسرى جدا، كيف النعمان بتجرأ برفض له طلب وهو ملك أقوى إمبراطورية على الأرض، وفوقها يقول الكلام اللي قاله بتشبيه رعايا كسرى بالبقر. وفورا أمر بعض الجنود يتوجهوا إلى مملكة الحيرة إلى النعمان بن المنذر ويجيبوه لعنده. وبالفعل هذول الرسل والجنود راحوا للنعمان وقالوا: كسرى يريدك. هنا عرف النعمان إنه اللي راح ينتظره ما يبشر بالخير، فقال للجنود: انتوا سبقوني وانا راح الحقكم لبلاد فارس. وبالفعل الجنود سبقوا لفارس، وتيقن النعمان انه كسرى ناويله شر وغالبا مصيره راح يكون القتل. وبالرغم من انه النعمان ملك وعنده جنود، لكنه عارف انه الامبراطورية الفارسية وقوتها وجيشها لا طاقة لهم به. فبدأ النعمان يطوف في قبائل العرب ويطلب المنع من كسرى، وكل قبيلة كانت ترفض لانها بتخشى على نفسها من بطش كسرى، إلى أن نزل بذي قار في بني شيبان، فلقي هاني بن مسعود الشيباني وكان سيد منيع في قومه، فاستجار به وقال له هاني الشيباني: أنا أمنعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه،
وما بقي من عشيرة الأدنيين رجل، وإن ذلك غير نافعك لأن مهلكي ومهلكك. وقال له أيضا بأنه عنده رأي مهم جدا للنعمان. فقال للنعمان انصح ماذا أفعل. فقال له ما أظن الخرق قد اتسع على الراقع، وما ينبغي لك أو لي أن نهجم هجوما على أمر قد يكون فيه هلاكك وهلاكي سدى، وما أحبك أن تفهم من هذا أنني أريد تملصا من رعي ذمامك، على أنني رأيتك رجلا مكذوبا عليه، فلو انطلقت إلى كسرى وحملت إليه الهدايا وأخبرته اليقين لكان لك حظا من النجاة مع السلم، ولعدت إلى عرشك ملكا، ولأن مت فذلك خير لك من أن تعيش مخلوعا ساءت بك الحال وانقلبت من عز إلى ذل. يعني كانت نصيحة هاني الشيباني بالمختصر عيش ملك وموت ملك. فقبل النعمان نصيحة هاني واستودعوا أهله وأولاده وأمواله وسلاحه، ثم مضى إلى كسرى. فلما وصل لقصر كسرى قابل زيد خارجا من القصر، وزيد بن عدي خلص نفذ مخططه، وهي بالنسبة له لحظة الانتصار اللي كان يحلم فيها لا يثأر لمقتل أبوه. فقال النعمان انجو منها ما استطعت النجاة. وهون عرف النعمان انه زيد كان وراء كل هالقصة، وقال له اذا خرجت منها على قيد الحياة لأفعلن بك ما فعلت بأبي. واستأذن النعمان بالدخول الى كسرى، لكن كسرى قال له بأن ينتظر بالخارج لأنه كان في مهرجان يقام للفيلة، وكان كسرى حاضر هذا المهرجان. وقال كسرى بنفسه مدام أنا قاعد وعم بتفرج على عرض الفيلة خلوني أستمتع أكثر. فقال لجنوده يقيدوا النعمان ويدخلوه عند الفيلة، وبالفعل دخلوه عند الفيلة فدعست عليه حتى قتل النعمان. في رواية أخرى قيل إنه قيده وأرسله للسجن، فظل في السجن حتى وقع الطاعون فمات فيه. بعد موت النعمان طالب كسرى بتركة النعمان اللي هي الأسلحة والأموال، فقال له إياس بن قبيسة، وإياس هو الملك اللي حل مكان النعمان، قال له بأنه التركة عند هاني بن مسعود من قبيلة بكر بن وائل، فأمر كسرى يضمها إلى أمواله. فأرسل إياس إلى هاني وقال رد ودائع عن نعمان، لكن هاني رفض يسلم الأمانة لأنها كانت واحدة من أهم شيم العرب في ذلك الوقت. سمع كسرى بالخبر وغضب وعزم على إغارة بكر بن وائل، وتوعد باستئصالهم عن بكرة أبيهم، وأمر قادة جيوشه إنهم يجهزوا جيش كبير وضخم عشان يروحوا ويقضوا على بكر بن وائل ويجيبوا بنات النعمان وأمواله إلى كسرى. وبالفعل جهزوا جيش عظيم قيل إنه وصل لسبعة إلى 8000 محارب، ومعهم الأساورة اللي هم الرمال المحترفين والفيلة، وتوجهوا إلى هاني الشيباني. طبعا هاني بن مسعود كان عارف ومتوقع انه كسرى ما رح يعد الموضوع على خير، واكيد رح يرسل له جيش ليغزو قبيلته. فبدا يجهز قبيلته ويجهز الجيش اللي عنده، وتوجه الى منطقه فيها بئر يسمى ديقار، وهو ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفه. بعد ما وصل هاني بن مسعود الشيباني الى ديقار بدا يرسل رسله الى جميع قبائل بكر بن وائل ويطلب فزعتهم في هاي الحرب. وبالفعل اهل النخوه والشهامه ما قصروا مع هاني الشيباني، كل يوم كانت تجي وفود من قبائل بكر بن وائل عشان تشارك بالمعركه. وهون شاركوا معه ايضا بنو عجل وبعض الحلفاء من سكون ايضا جاءوا ليشاركوا، بالاضافه الى 200 اسير من بني تميم ابدوا رغبتهم بالقتال باصرار وعناد، وايضا الكثير من القبائل العربيه اللي سمحت بهذا الخبر وشاركت مع هاني. كمان من ضمن الجيش الفارسي كان في بعض القبائل العربية المشاركة، ومن ضمنهم بني إياد اللي شاركوا وهم مكرهين، وأرسلوا إلى بني بكر قالوا لهم إحنا رح نخذل الجيش الفارسي وقت المعركة وإحنا بصفكم. طبعا انسحاب مجموعة من الجيش أثناء المعركة رح يسبب زعزعة وخلل في الصفوف الجيش وتقل معنوياته. وبعد أيام وصل الجيش الفارسي إلى منطقة ذيقار، واصطف الجيشين أمام بعضهم، على الجهة اليمنى كتيبة بني عجل وقائدهم حنظلة بن ثعلبة، ومقابلهم كتيبة للجيش الفارسي وبترأسهم قائد فارسي اسمه خنابزل. أما الجهة اليسرى كانت كتيبة بني شيبان ومقابلهم كتيبة الهرمز. أما منتصف الجيش فيضم جميع القبائل بني بكر بن وائل،
وبعد ما اصطف الجيشين خرج رجل ضخم من الجيش الفارسي وطلب المبارزة، لكن الجيش العربي كان متردد وخائف، إلى أن خرج رجل عربي أصيل قوي وتبارز معه وقتله، وهنا دب الحماس في الجيش العربي وارتفعت معنوياته إلى أقصى حد. التحمت الجيوش وبدأ القتال واستمر 3 أيام. اليوم الأول كانت الغلبة للفرس، واليوم الثاني التحمت الجيوش ببعض واستمرت المعركة إلى أن عطش الجيش الفارسي وبدأ بالانسحاب. فلاحقتهم كتيبة بني عجل وكتيبة بني بكر، مما قيل أنه بني عجل في اليوم الثاني قبلوا بلاء حسن وقاتلوا بشراسة وقتلوا الكثير من الفرس، وأيضا خرجوا بني إياد ونفذوا المخطط اللي اتفقوا عليه وانقلبوا على الجيش الفارسي. انتهى اليوم الثاني وكانت الغلبة للجيش العربي، وإجا اليوم الثالث واليوم النهائي واللي كان في تحديد المصير، واصطفت الجيوش وخرج الهرمز قائد الجيش الفارسي، طلب رجل يتبارز معاه فخرج له الحارث بن شريك الملقب بالحوفزان. بدأت المبارزة بينهم وقتل الحوفزان الهرمز، وانطلق القائد حنظلة والتحم بالجيش الفارسي. من خلف الجيش الفارسي جاءت كتيبة على رأسها يزيد بن حمار السكوني، وهو اللي اقترح على حنظلة هذا الكمين القوي، حتى اشتد القتال إلى أن هزم الجيش الفارسي واللي تبقى منهم ولوا الفرار، وتحقق النصر للعرب لأول مرة على أقوى إمبراطورية في العالم. لهون ممكن تكون قصتنا ضرب من ضروب الخيال أو فيها تحريف ببعض أنواع التاريخ، لكن نجي لأسباب انتصار العرب وهزيمة الفرس. بالرغم من الفرق الشاسع بين الجيش العربي والجيش الفارسي والعوامل المهمة اللي أدت إلى هذا الانتصار بعد الله كانت كالتالي: أولا كانت التخطيط والاستراتيجية الحربية الفائقة اللي قام بها العرب قبل بداية المعركة وأثناءها، يعني استراتيجية مدروسة. صحيح أن الفرس كمان عملوا استراتيجية وخططوا للمعركة، لكن الجيش العربي تفوق عليهم بمراحل، ومن ضمن الخطط اللي قاموا بها توزيع أسلحة النعمان بن منذر والاستفادة منها، وأيضا خطة انسلاخ قبيلة إياد اللي كانت مع الجيش الفارسي، بالإضافة إلى أنهم استسقوا ماء مدة نصف شهر عشانهم عارفين أجواءهم وطبيعتهم، وقلة الماء تأثر على المحاربين. السبب الثاني من الأسباب اللي أدت إلى هذا الانتصار الساحق أنه العرب كانوا أكثر تحملاً على المشاق والحرارة والصبر على العطش من الفرس اللي هم متعودين عليه لأنها طبيعتهم الصحراوية. أيضاً العرب كانوا يقاتلوا في أوطانهم بين أقوامهم وأهلهم، غير التشجيع اللي كان يجيهم من النساء. وعلى ذكر النساء هنا، العرب معروفين بغيرتهم على نسائهم، يعني الحافز هنا ما كان مجرد إغراء حتى ينتصر بالمعركة ويأخذ فقط غنائم، إنما هو حمية للعرب. وكمان كانوا يعرفوا مداخل ومخارج ميدان المعركة أكثر من الفرز، يعني زي ما نقول المبارزة في أرضهم وبين جمهورهم، ولا شك إنه هذا العنصر لعب دور مهم في نتيجة المعركة. لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم اللي أخذنا فيها تاريخ عميق من أقوى المعارك التي حصلت مع العرب في التاريخ الجاهلي. نتمنى أنها تكون نالت إعجابكم، حتى نلقاكم في حلقتنا القادمة. دمتم في أمان الله ورعايته.